السلام عليكم. هنا شوفوا معايا، لكل خدامه ولا كل وحده تخرج لبرا وتعاني من هذوك الاثار تاع الشمس اللي تظهر بعد الخمار، اللي ديما خمار تاعها يخلي لها الاثار هذوك ويخلي لها الوجه نتاعها من اكحل جهه كحله وجهه بيضاء. اروحوا تشوفوا معايا. اليوم درت لكم هذه الكريمه المجربه واللي راني نجرب فيها، وباذن الله مع المداومه والمداومه والمداومه باذن الله من اسبوع او من اول استعمال. روحوا معايا لاخر الفيديو، رايحين تشوفوا النتيجه اللي راح تحصلوا عليها باذن الله. راح تتخلصي نهائيا من هذوك الاثار تاع الخمار اللي تخليهم لك الشمس، وراح تصفي الوجه، وراح باذن الله الوجه نتاعك يضوى ورايحه تولي عندك بشره باذن الله ناعمه وفاتحه باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم بإذن الله جبت لكم وصفة يعني نحتاجينها في هذا الوقت اللي هو وقت الصيف. الوصفة هذه اليوم راح تكون وصفة باش نحو بها للتراس هذوك تاع الخمار اللي جو من حرقة الشمس ويخلي الوجه صافي إن شاء الله ومنور بإذن الله. وما نطولش عليكم ونروح مباشرة ونشوف الوصفة مع بعضنا. في وصفتنا اليوم واش نحتاج المقادير؟ نحتاج الى ملعقة صغيرة من بودرة تاع الحليب، ملعقة صغيرة من النشا، ليمونة كاملة، نحتاج ملعقتين صغار، زوج مغارف صغار من الياورت الطبيعي، زبادي او ياورت طبيعي، نحتاج كوب من الماء كاس، يعني هنا القيس اللي راني درته كاس تاي، ونحتاج الى زيت لوز حلو. وراح نبدو الطريقة مع بعضنا بإذن الله، ما نطولش عليكم. وقبل ما نبدو، الناس اللي راه يزورنا أول مرة وتشاهد في القناة نتاعنا أول مرة، ما تنسوش الاشتراك في القناة، ضغط اللايك ومشاركة المنشور مع أصدقائكم وتفعيل الجرس. واش رايحين نديروا؟ أول حاجة رايحين نحطوا هذا الكوب تاع الماء. تقدروا تعوضوا كوب الماء بماء الورد عادي، تقدر تعوضوا كوب الماء العادي هذا بماء الورد. بعدها نحطوا الملعقة نتاع بودرة الحليب، كما رانا عارفين باللي بودرة الحليب عندها فوائد عديدة للبشرة. زيدوا معاها مغرف تاع النشا هكذا، بعدين نخلطوهم مع بعضهم هكذا حتى يتحلوا مليح مع بعضهم. هذه الوصفة يعني راني نجرب فيها والحمد لله، يعني لحد الآن أثار الشمس مازال ماهيش ظاهرة، خاصة للناس اللي تخدم واللي عندها يعني تروح وتجي ياسر، يعني كما رانا نشوفوا في الصيف أثار الشمس هذه اللي تبقى لك تاع الخمار تقلق. بعدها نجيبوا هذيك الليمونة نقسموها على نصفين، نصف اول نعصروه هنايا مع الخليط هذا نتاعنا، نعصروه ونصفوه مع الخليط هكذا. نخلي فيها ولا قطره. بعد ما نصفوها نروحوا نحطوا هذه، نخلطوا الخليط نتاعنا مليح، نحطوه على نار هاديه حتى يجمد، ومن بعد نرجع لكم. اهلين، شوفوا هنا بعد ما خليتها على النار هادئه ومع استمرار في التحريك، بقيت نحرك حتى جمدت معايا الكريمه نتاعي. شوفوا كيفاش ولت، خليتها بردت ومن بعد ما تبرد واش رايحين نزيدو نضيفوا لها؟ رايحين نزيدو نضيفوا لها نصف الليمونه هذه اللي بقات. بالنسبه اللي عندهم بشره حساسه ما يزيدوش هذا النصف الليمونه في من بعد، لأن البشرة الحساسة متحبش الليمون، يعني ما يخرجش عليها. ديروا نصف الليمونة هذه. المهم كما قلت لكم اللي عندها بشرة حساسة ما تديرش نصف الليمونة هذه اللي ضفناها من بعد، تكتفي بالليمونة الأولى، نصف الليمونة الأولى اللي درناها، لأن هذيك نصف الليمونة الأولى خلاص راهي يعني أغلب المفعول تاعها تبخر مع الماء وهذوك مع الماء والشا. ونستمر في التحريك الجيد. الماسكات هادو يحتاجوا تحريك جيد. فقط ملاحظة، الناس هادو اللي يقول لك ها ماسكات وراكم تكذبوا علينا وهاد الحوايج، راهم بالتجريب، يعني الانسان اللي باغي ماسك يخرج له ولا حب النتيجة تخرج له لازم يداوم عليها،
خاصة في الوصفات الطبيعية. هادو ما تخافوش من الوصفات الطبيعية هادو، لأنهم ما نفعتكش ماهيش رايحة تضرك بإذن الله. المهم لازم تجربي وتكذب عليك اللي تقول لك من أول نتيجة يروح لك الحب ومن أول نتيجة تروح لك مش عارفة شي، ممكن تهفت، ممكن من أول تجربة كذا يروحوا لك الحوايج، ممكن تهفت، ممكن تنقسم بالصح أنها تروح ولا حاجة. لازم المداومة يا ناس، لازم المداومة. بعدها واش رايحين نضيفه؟ نضيفه كما قلت لكم زوج ملاعق من الياغورت الطبيعي، هذا من احسن في الغرزة تاعو. ندير زوج ملاعق هكذا، واحد اثنين، عنده فائدة عظيمة عظيمة للوجه هذا الياغورت الطبيعي. ونخلطه، لازم التخليط هذا هو اللي يخلي الماسك تاعك يولي منسجم ويجيك مليح. يعني تخيلوا ما تخلطيش مليح المكونات، واحد في جهه واحد في جهه، ومن بعد تخرج لك نتيجه لا علاقه. المهم لازم نخلطوا مليح حتى نحسوا المكونات نتاعنا دخلت كامل مع بعضها. اخر حاجه نضيفوا الزيت. هنا الزيت اللي تحبيه ضيفيه، انا نحب زيت اللوز الحلو، نضيفوا مغرف صغيره هكذا. اللي بشرتها دهنيه، اللي بشرتها دهنيه ما كان لها تضيف الزيت في الاخير. هذه نصيحة للي بشرتها بالنسبة لهذا الماسك، للي بشرتها دهنية ما كان لها تضيف الزيت في الأخير باش ما يزيدهاش دهن على دهن هكذا. ونخلطوا المكونات مليح. كما قلت لكم ما تنسوش الإعجاب، اللايك، تضغطوا على اللايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. بعد ما خلطنا الماسك نتاعنا أو الكريمة نتاعنا، شوفوا كيفاش ولات يعني رائعه، لازم تولي لكم رطبه كما راكم تشوفوا فيها هكذا. نفرغها في علبه، انا عندي هذه العلبه فارغه، من الاحسن انكم تديروا في علبه زجاجيه. انا العلبه الزجاجيه تاعي معمره فيها ودايره فيها ماسكات اخرين، عندي هذه العلبه. المهم تكون المكونات تاعكم بارده ومريقله، تحطوها فيها. دوك نروح نفرغها فيها ونجي نوريكم طريقه الاستعمال كيفاش نستخدموها لكم احبتي. بعد ما فرغتها في العلبه هذه، بالنسبه للاستخدام نتاع هذه الكريمه، هذه تستخدم في الليل. في الليل كتولي راح ترقدي ديريها في الوجه نتاعك، تقدري ترقدي بها للصباح، وتقدري، انا ما نحبش نرقد بهم هذه الماسكات، تقدري تخليها من نص ساعه الى 45 دقيقه في وجهك حتى لساعه عادي، ومن بعد تغسلي وجهك بماء فاتر وخلاص. يعني تجربيها كل يوم كل يوم كل يوم، راح تشوفي النتيجة بإذن الله. من أول استعمال راح يبدأ لك تشوفي لأن الوجه نتاعك بدأ يضوى وتحسيه رطب. يعني سبحان الله، هذه بالنسبة للوصفة. أما التخزين نتاعها راح تبقى لكم مدة 7 أيام، يعني أسبوع إلى 10 أيام في الثلاجة لا أكثر. هنا راح نجرب معكم شوية في يدي كما موالفة، نجرب، شوفوا نجرب شوية في اليد نتاعي. شوفوا الكريمه هذه راح نجربها في اليد نتاعي. كما قلت لكم ديروها على الوجه، ديروها على اليدين، ديروها على الرجلين كيما حبيتوا، ديروها وتخلوها تنشف. بعد ما تنشف رايحين تفركوها هكذا، تحكوها كامل. شوفوا شفتوا كيفاش كريمه يعني غنيه بالليمون والحليب وكذلك الزبادي، هذاك يخليها يعني غنية جدا وتفيد البشرة رائعة، يعني خاصة في التفتيح. هنا ما كانش وصفة للتبييض باش تجي وحدة تقول لك راح تبيض، يعني مثلا انا لوني راهو اسمر من بعد يولي ابيض، ما كانش انه بصح وصفة التفتيح تخلي البشرة تاعك تتخلص من هذاك الجلد الميت وتعطيك نتائج اخرى، نتائج واضحة انها تعطيك اللون الحقيقي لبشرتك. معليش معاكم، اما النتائج تاع التبييض هذوك ومش عارفة هذوك ازالة تصبغات الجسم وراح تضر الجلد. المهم نخليها هنايا هذه تنشف، ومن بعد نرجع لكم نشوف النتيجه مع بعضنا كيفاش. شوفوا احبابي هنا بعد ما نشفت شويه راني جبتها هكذا، ونبقى نحك فيها هكذا حتى يتنح كامل هذاك الماسك. ثم خلوها تنشف مليح برك، يتنح كامل هذيك الكريمه. راني حبيت نديرها معكم على المباشر باش تشوفوا النتيجه. كما قلت لكم من اول استعمال راح تحسي بفرق، يعني مش كيما شوفوا يدي هذه زي ما مسيتش بها. هنا المهم راح نحكها هكذا في كامل اليد، نفس الشيء مع الوجه لكن بطريقه دائريه هكذا، نحوها كامل. ها
هتشوفوا الاوساخ والمش عارف كثير هكذا. بعدها كما قلت لكم نغسلها بماء فاتر، نبقى على المباشر باش تعرفوا هكذا. نغسل يدي بماء فاتر راني غسلتها بماء فاتر، شوفوا هاي لكم يدي نشفتها، شوفوا كان يعني اذا جاكم هذا الاحمرار هذا يعني حاجه طبيعيه جدا. فرق بين يدي هذه بين يدي اللي ما درتش فيها، راكم تشوفوا نورمالمون راكم تلاحظوا في الفرق بين يدي اللي درت فيها وبين يدي اللي ما درتش فيها. وشوفوا هذه اول استعمال، اما المداومه وانك ديريها كل يوم وكما قلت لكم تحفظ لمده اسبوع الى 10 ايام كل مره تجددي لانها راح تفسد ما فيهاش مواد حافظه. هنا شوفوا النتيجه هاي ليكم، وهاي يدي اللي ما درتش فيها وهذه يدي اللي درت فيها، راكم تشوفوا في الفرق. ان شاء الله ماذا بيا تجربوها كما راني نجرب فيها، وماذا بيا تشاركوني بارائكم وتعليقاتكم، وما تنسونيش من دعواتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.